بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان، وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، الحمد لله، كما ذكر من قبل نشاداتكم ونشاداتنا واحد، يعني على منهج واحد، لأن هذه المنظمة جماعة إزالة البدع وإقامة السنة أسست حوالي 42 سنة تبدأ نشاطاتها تحت يعني رعاية هؤلاء الشيوخ رحمهم الله، أولا الشيخ أبي بكر محمود جومي، ثم المؤسس الشيخ إسماعيل إدريس الذي أسس هذه الدعوة جماعة إزالة البدع وإقامة السنة. هذه المنظمة جماعة إزالة البدع وإقامة السنة تربى على يعني أيديها يعني كثيرا من العلماء الذين تخرجوا، ثم بعد ذلك يذهبون إلى أنحاء يعني في هذه الجمهوريات وما جاورها للدعوة والإرشاد. والآن يعني كما عرفتم فضيلة الشيخ محمد الثاني يحيى جنجر هو الذي يرأس هذه المنظمة، ثم بعد ذلك نحن كما عرفتم دائما نتبع الأسلوب الذي أنتم عليه. لماذا؟ كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لهذا نشكر الله تبارك وتعالى على هذه الزيارة التي شرفتمونا عليها، وزرتم شيخنا الفضيل الشيخ محمد الثاني يحيى جنجر. ثم بعد ذلك كما ذكر الشيخ ملحق الدين، إن شاء الله إذا كان لنا يعني شيئا من الحاجات، لأننا دائما نحتاج الإرشادات منكم، لأننا نقتبس منكم، نقتبس الأشياء يعني إرشادات وما إلى ذلك من فضيلتكم. وعلى هذا نشكر الله تبارك وتعالى على زيارتكم، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل الكبير على ميزانكم الحسنات. ثم بعد ذلك ندعو الله سبحانه وتعالى على رئيسنا يعني خادم الحرمين الشريفين على أن يشفيه الله تبارك وتعالى ويزيده العافية. ثم بعد ذلك كما ذكر الشيخ محمد الثاني يحيى جنجر، جمهوريتنا هذه يعني لها يعني كثير يعني هناك يعني كثيرا من المشاكل يعني التي تواجهنا من قبل الصوفيين وهذه الشبان يعني الشيعة، دائما يؤسسون يعني الفتنة، يواجهون الحكومة بأشياء التي كانت يعني كبيرة. وعلى هذا يعني نرجو من فضيلتكم يعني أن تساعدونا، لأنكم إذا كنتم تأتوننا وقتا بعد وقت وتبلغوا يعني رسالاتكم لهذه الدورات، ثم بعد ذلك تأخذون بعضا من طلابنا وتذهبون بهم إلى يعني أم القرى وإلى يعني
سائر المدارس التي كانوا تحت مملكة العربية السعودية إن شاء الله يقتبسون النور العظيم من العقيدة ومعرفة أشياء كثيرة إن شاء الله. وعلى هذا نتمنى لكم الخير وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا على هذه الزيارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك شيخ فيان هذا يعني أخونا وهو معكم دائما إذا كان يعني هناك شيء الذي تريدون أن تبلغه إلينا فعليكم يعني أن تخبره إن شاء الله يأتي إلى الشيخ ويخبره إن شاء الله. فجزاكم الله خير. الشيخ سفيان والله حريص على الجماعة كثير. طيبين الحمد. أنا أتشاور معه خاصة الله أكبر. في الجماعة. طيب هكذا. وإن شاء الله هناك برامج ومع إن شاء الله نتواصل أيضا مع. طيب. الذين أيضا وكلهم الشيخ نوبهم أن يتواصلون معنا وإن شاء الله يكون التعاون مستمر. ما شاء الله. جزاكم الله خير. وصيت أدنى بياتك. إن.